الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، تأليف الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. كنا بدأنا في غزوة حنين، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة. فتح مكة كان في رمضان في السنة 8 من الهجرة، وبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة على الوجه الذي شرحناه في الحلقات السابقة، علم أن قبيلة هوازن تجمع له العرب منذ عام، حتى عام قبل فتح مكة بتجمع عليه العرب حتى تقضي على دعوته، وكانوا يقولون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حروبه السابقة لم يلقى جيوشا على الحقيقة، كان يرى جموع قليلة، ولكن هم كانوا يعتبرون أنفسهم أهل القتال وأهل الحرب وأهل الجموع الكبيرة والنظام المعتمد في زمانهم. فزين لهم شيطانهم وكفرهم أنهم سوف ينتصرون ويقضون على هذه الدعوة. النبي علم ذلك، أن هوازن لم تنقاد له بعد فتح مكة ولن تنقاد، وجمعوا أنفسهم في وادي يسمى وادي حنين على طريق الطائف، أقرب إلى الطائف منه إلى مكة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتهم بجيش الفتح وهو 10,000 مقاتل، مع مسلم الفتح حوالي 2,000، فبقى عددهم 12,000، وكان معه بعض المشركين الذين أمهلهم النبي، زي صفوان ابن أمية طلب من النبي أن يمهله شهرا حتى يفكر في أمره، فقال أمهلك شهران. وكان صفوان بن أمية عنده مخزن سلاح يؤجره للناس للحروب، دي من ضمن تجارته. فاستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أسلحة وأسيوف ودروع على أن تكون مضمونة، قال عارية مضمونة. وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الطلقاء الذين كانوا حديث عهد بإسلام، وكانوا يكنون في أنفسهم الكفر، لم يذوقوا حلاوة الإيمان بعد. فلما خرجوا كما بينا في نهاية الحلقة السابقة، كان مالك بن عوف اللي هو كان زعيم هوازن والقبائل التي انحازت إليها، كان سنه في الثلاثينيات من عمره، وكان يرى أنه يخرج معه النساء والأطفال والشياه والبعير والأموال، يعني يخرج بكلهم حتى يقاتل كل رجل عن أهله فيستحثهم على القتال. دريد بن الصمة كان من الكفار المحنكين في القتال، لكنه كان شيخ عجوز، كان بلغ من العمر حوالي 120 سنة وقيل 160 عاما، كان حتى أنه لا يثبت على الفرس ولا يثبت حتى على الجمل من عجزه، إلا أنهم قالوا نأخذ رأيه فقط، نستفيد بعقله وخبرته ولا نستفيد بقتاله. فأخذوا رأي دريد بن الصمة أو الصمة بكسر الصاد هكذا. فلما علم أن مالك بن عوف خرج بالنساء والصبيان، قالوا وما يمنع الفار، هل يمنعه النساء والصبيان؟ لا يمنعه، إذا فر يفر، أما المقدم فلا يعني يدفعه من وراءه إذا كان مقدما، وبالتالي أنت سوف تجلب على قومك العار إذا هزمت وتأخذ. لكن مالك بن عوف أصر على رأيه وقال هذا شيخ مخرف. فالناس كانوا تميل، الجند والقبائل تميل لرأي دريد بن الصمة، إلا أنهم لما علموا أن مالك بن عوف قال والله لا أقول شيء ولا أفعل شيء إلا أن تسمعوا كلامي، وهو الشاب الذي عنده القدرة على القتال، فانحازوا لرأي مالك بن عوف مع عدم قناعتهم لرأيه لأنه هو الذي يقودهم. المهم اتفقوا ان هم
يأخذوا في الشعب أماكن معينة ويضربوا المسلمين مع طلوع الفجر. ضربة رجل واحد الأول بالرماح ثم بعد ذلك يهجموا عليهم، وكانوا رماة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صبيحتها وكانت في شوال خرج ووصل، وطبعا أشيع بين الناس أنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لأن كان أول مرة يبقوا عددهم كبير بهذه الصورة، 12,000 مدججين بالسلاح. فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. النبي لما سمع هذه المقالة ساءته صلى الله عليه وسلم، لأنها من قالها كأنه يعتمد على المظاهر ولا يعتمد على الظاهر. المفروض أنك تعتمد على الله، تأخذ بحذرك وقوتك لكن لا تعتمد على قوتك ولا تعتمد على أسبابك، وإن كنت آخذا به. هذا هو سنة الإسلام في الأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب بقدر طاقتك ولا تعتمد عليه. فإذا نصرك الله لا تنسب النصر للأسباب، تقول لأني ماهر ولأني قوي ولأني تدربت ولأني ولأني، كأن بالضبط زي قارون قال إنما أوتيته على على علم عندي، فنسب غناه لاجتهاده ولم ينسب غناه لفضل مولاه. وللأسف احنا ساعات بتحصل لنا كمصريين الحكاية دي، أول ما المصريين ربنا ينصرهم في حاجة يقول لك المصريين هم حيوية وعزم وهمة، ما يقولوش الحمد لله، قولوا الحمد لله، هم بيقولوها بقلبهم. أنا ما أعرف، لأن المسلمين المصريين مؤمنين بالطبع، أصبح الإيمان جزء من كيانهم. لكن أنا بتكلم على ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ المفروض لما ربنا يكرمنا ما نقولش بقى المصريين هم حيوية وهمة وعمة والكلام اللي بيقولوه عمة وهمة والكلام الحاجات دي، واخد بالك؟ فالمفروض يعترفوا بفضل الله. وتملي ما يقولوش الأغنية دي إلا وتلاقي النصر لا يتم، يتم حاجة بسيطة وما يكملش، يحصل فيه نكد، واخد بالك؟ تملي كده، جربها كده وشوف التاريخ المعاصر، واخد بالك؟ كل نصر حصل لنا كان مصحوبا بنكد، واخد بالك؟ فالمهم احنا نستفيد، لان شوف الرسول ساءه لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، نظروا للأسباب واطمأنوا لها. لا، ما تعملش كده أيها المسلم. الطالب المجد يجتهد ويحضر محاضرات ويذاكر ويحفظ ويكون جد، فإذا نجح يقول فضل الله، ما يقولش بمذاكرتي بسهر الليالي كده، ما يصحش. فهمت؟ يبقى نستفيد من الحاجات دي، مهمة. أصل قراءة السيرة لازم تبقى منهج حياة، مش أنا بقرأ تاريخ وخلاص. أنت تاخد هذه اللقطات تقوم تصيغ لنفسك منهج حياة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وضاقت الأرض بما رحبت، لما حصل بقى؟ لما جم صلوا الفجر ومع طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس بلحظات، وكانوا في وادي حنين والنبي صف الصفوف، رموهم بالنبل حتى أنه النبل كاد يغطي نور السماء من شدة كثافته. فطبعا حصل فروا. الفرار العادي، الطبيعة البشرية العادية، لما يحصل هجوم الإنسان بيجري الأول لحد ما يتريث، وبعد كده يفكر ازاي يرجع تاني، لدرجة ان في من فر ولم يقف فراره حتى وصل لمكة. فضل يجري لحد ما وصل مكة، مش يجري مثلا لحد ما يبعد بس، لا، ده كان لو كان مثلا عنده كمان في سفينة على البحر الاحمر كان يجي على مصر من شدة الخوف واخد بالك؟ ففروا فرار شديد، ولم يبقى حول النبي قيل إلا 80 وقيل 100 وقيل 12، اختلف. ويبدو أن هي أحوال، في الأول 12 وبعدين زادوا شوية وصلوا 80 وبعدين زادوا شوية بقوا 100، والنبي ثابت صلى الله عليه وسلم. لحظة الهزمة دي حصل بقى؟ اللي كانوا حديث عهد بإسلام قعدوا يقولوا يشمتوا بقى، يقول لك إن السحر خلاص ضاع وكان ساحرهم محمد وانقضى السحر، وبقوا فرحانين بغلبة المسلمين انهم غلبوا وهزموا في الظاهر، لدرجة ان حتى ابو سفيان نفسه شمت في هذا الامر، لانه كان لسه حديث عهد الاسلام ومهزوز لسه، لكن هيحسن اسلامه بعد ذلك. صفوان ابن امية اللي هو الكافر، لما جات له الحكاية دي والشمت ده، قال لهم اخسأوا، والله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. انتوا فرحانين ان محمد القرشي ينهزم؟ لا، انا مع كفري ده، هو بيقول لهم كده، احب ان اللي يحكمني واحد من قريش من عيلتي،
بدل ما يحكمني واحد ايه من هوازن، يعني ليه البعد نظر. المهم احنا وقفنا عند هذا الحد تقريبا، فنشوف هنا ايه كلام المصنف. ومر عليه رجل من قريش، مر على مين؟ على صفوان بن أمية اللي هو أعار النبي السلاح وكان في مهلة ايه الإسلام، لسه لم يسلم، هو النبي أماله شهرين يراجع نفسه. ومر عليه أي على صفوان بن أمية رجل من قريش وهو يقول: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه، فوالله لا يجبرونها أبدا، يعني مش هيجبروا أبدا، يعني مش ربنا مش هيجبرهم تاني. فغضب صفوان وقال: ويلك، أتبشرني بظهور الأعراب؟ وقال عكرمة بن أبي جهل لذلك الرجل: كونهم لا يجبرونها أبدا ليس بيدك. عكرمة بن أبي جهل كان أسلم قبل الإيه فتح مكة بمدة. فعكرمة بن أبي جهل قال لذلك الرجل: كونهم لا يجبرونها أبدا ليس بيدك، الأمر بيد الله، ليس إلى محمد منه شيء. إيمان بقى راسخ. إن أديل عليه اليوم فإن العقبة له غدا. إن أديل عليه اليوم يعني إن إيه، إن يعني كسر اليوم، ومعاذ الله أن يكسر النبي، إيه يجبره ربه غدا، لأن الله وعده بالنصر. فقال سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو فاكرينه اللي هو كتب مع النبي صلح الحديبية، وكان أسلم بس إسلام لسه كده إيه يعني في فتح مكة، أسلم ولسه مهزوز. فقال له إيه سهيل ابن عمرو: والله إن عهدك بخلافه لحديث. قال له: يا أبا يزيد، يعني بيقول للعكرمة: ما أنت كنت لسه من قريب يا أخي، ما أنت معانا وبعد كده بقيت معاه، يعني أنت عهدك لخلافه إيه ليس ببعيد، يعني أنت لست قديم الإسلام. ده بيقول للعكرمة كده. فقال له: يا أبا يزيد، إن كنا على غير شيء وعقولنا ذاهبة نعبد حجرا لا يضر ولا ينفع، وبلغت هزيمة بعض الفاردين مكة، يعني بعض اللي تراجع فضل يجري يجري لحد ما وصل مكة، كل هذا ورسول الله واقف مكانه يقول: أنا النبي لا كذب. أنا النبي لا كذب يعني إيه بقى؟ يعني أنا النبي لا يكذبني ربي وقد وعدني بالنصر. فهم؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فنسب نفسه لجده. ليه بقى ما نسبش نفسه لأبيه المباشر؟ لأن أبوه عبد الله مات صغيرا، قيل عنده 25 سنة وقيل أقل من ذلك، أقصى سن في موته كان 25 سنة، بعضهم قال حتى مات عنده 19 سنة، بعضهم قال 21. فلما مات صغير ما كانش اشتهر أمره في العرب، فالعرب ما تعرفش عبد الله، تعرف عبد المطلب أكتر. عبد المطلب عاش 120 سنة وكان مشهور، وكان سيف بن زيزن لما قابل عبد المطلب وهو لسه شاب أخبره بكلام العلماء اليهود، أحبار اليهود، أن من صلبه يخرج من يقود العرب. قال لعبد المطلب كده لما راح يبارك لسيف بن زيزن زمان. فعبد المطلب اشتهر بأن يخرج من صلبه من يقود هؤلاء العرب وينصرهم، عشان كده النبي نسب نفسه لعبد المطلب لشهرته ولعلم الناس أنه يخرج من ذريته من يقود العرب. ونفهم منها حكم تاني، إن المطلب ده ليس من أسماء الله، فما يقول عبد المطلب أقره النبي، بمعنى عبد هنا بمعنى خادم، وليس العبودية الحقيقية اللي هي العبودية لا تكون إلا لله. فعبد تحمل معنى الخادم وتحمل معنى العبد لله، كويس؟ فإذا نسبت لغير الله تبقى بمعنى الخدمة وبمعنى الخضوع وبمعنى الطاعة، فما تقول أنا عبد فلان يعني خادم فلان، غير ما تقول أنا عبد الله، فكلنا عبيد لله. فهمت ازاي؟ اللي هي العبودية الحق. إذن عبد لها معنى مجازي ولها معنى حقيقي، فإذا نسبت إلى الله تبقى بمعناها الحقيقي، وإذا نسبت لغير الله تكون صحيحة وبالمعنى المجازي. وعشان كده نفهم من هذا إن اسم عبد النبي صحيح، خلافا لما ذهب إليه الوهابية أن اسم عبد النبي اسم خطأ، لدرجة لو جالك عقد عمل وجدك اسمه عبد النبي، واخد بالك، يقول لك غير اسمك في البطاقة، غير اسم جدك علشان انت اسم مشرك ولا يدخل ايه الحجاز مشرك، فانت دلوقتي هتروح تروح لهم باسم مشرك وانت اسمك عبد النبي، قال عبد النبي يبقى مشرك، امال يبقى عبد مناف يبقى مين؟ واخد بالك؟ اذا كان النبي اقر حتى عبد مناف من اجداده ولم يغير اسماء اجداده، وكانوا اجداد النبي مؤمنين كلهم،
ولم يسجدوا لصنم قط. وبالتالي يبقى العبد بالمعنى المجازي جائز. اما تقول عبد النبي يعني خادم النبي، طب وخادم النبي دي تبقى وحشه؟ صحيح. واستدلال النبي بها، النبي ما يغيرش اسمه، عارف لو الاسم كان فيه شرك كان النبي غيره، او كان نسب نفسه لشيبه الحمد، مع عبد المطلب اسمه شيبه الحمد، ما اسموش عبد المطلب، ده عبد المطلب اسم الشهره، لكن هو اسمه الحقيقي ايه؟ شيبه الحمد. المهم هذه الامور الفقهيه البسيطه اللطيفه بتقدر ايه تدركها وانت تقرا السيره، بحيث ان ايه؟ ان الاراء الشاذه اللي بتسمعها في هذا العصر بسبب ضعف اللغه، ونشات هذه الفرق بسبب ايه؟ انها ضعيفه في اللغه وادوات الفهم عندها غير موجوده. وبالتالي طلعوا لنا احكام غريبه الشكل فاجأونا بها. ان يستطيع كمان ان هو يقودها في وسط الجلبه. وكمال طاعه الاشياء للنبي على خلاف عادتها كمان، ودي اكرام للنبي. لما هدأت الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سيدنا خالد وسأل عنه، أين خيمة خالد؟ فذهب إليه وتفل في جروحه فبرئت في الحال. سيدنا علي كان في الحروب يعمل إيه؟ يشوف مين القائد اللي ماسك الراية ويركز عليه، لأنه لو انتكست الراية ومات القائد إيه انفتل إيه حال المشركين. النضر لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا رأيت الملائكة، قال ويحك لا يراها إلا الكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في مكانه. كان النبي راكب ايه؟ راكب بغلته، بغلة. كون النبي يخرج في حرب زي دي ويركب بغلة، ده كمال الشجاعة، لأن البغلة طبيعتها حرون، يعني لما يحصل جلبة تحرن ما ترضاش تتحرك، بخلاف الفرس. الفرس لما يحصل جلبة القتال يزداد نشاط، لكن النبي يركب البغلة في الوقت ده دليل كمال ايه؟ كمال الشجاعة وكمال الفروسية. ان يستطيع كمان ان هو يقودها في وسط الجلبة. وكمال طاعة الاشياء للنبي على خلاف عادتها كمان، ودي اكرام للنبي. ان البغلة بتخرج عن عادتها اذا مسها جسد النبي، تصبح زي الفرس صلى الله عليه وسلم. كل دي لمحات تبين لك كيف كان نبيك بهذا القدر من الايه؟ من الجلال والجمال والاكرام من رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماسك بزمام البغله بتاعته، وهو الناس بتتراجع بتفر، وهو بيتقدم في وسط صفوف القتال. كان حواليه مين؟ سيدنا العباس عمه ماسك بلجام الناقه، وكان الحارس أبو سفيان ابن الحارس ابن عبد المطلب ابن عبد النبي ابن عم النبي. أبو سفيان غير أبو سفيان ابن حرب، بقى أبو معاوية، تشابه في الأسماء. كان معه كمان على الجانب الآخر من البغلة أبو سفيان ابن الحارس ابن عبد المطلب، اللي هو ابن عم النبي. كانوا بيعملوا إيه؟ النبي بيحاول يركض بالناقة يدخل، وهم بيسدوا اللجام خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي لقاهم كده راح نازل، ساب لهم ايه؟ ساب لهم البغله، وبقى ماشي صلى الله عليه وسلم يتقدم، وقال للعباس ادنوا ايه؟ ادنوا يا عباس، وايه؟ وصيح اين اصحاب الشجره؟ اين الانصار؟ اين الاوس؟ اين وكان سيدنا العباس صوته جهوري، يعني صوته جهوري لدرجه لو كان رفع صوته وامراه حامل تسقط من شده صوته، يعني ممكن لو جه جنب مبنى كده قايل للسقوط وراح مثلا رفع صوته يروح مهدود يا جماعه، كان موجات ايه فوق صوتيه كده، واخد بالك؟ رضي الله عنه. فتصور انت في جلبه الحرب دي كلها والضوضاء ده كله، سيدنا العباس اما ينادي الكل يسمعه، ايه ده ولا ميكروفون؟ فهمت؟ فدليل ايه؟ ان كان عندهم طاقات خاصه كانت تناسب عصرهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم للعباس وكان جهوري الصوت، نادي بالانصار يا عباس. فقال يا معشر الأنصار، يا أصحاب بيعة الرضوان، فأسمع من في الوادي. وصار الأنصار يقولون لبيك لبيك، يريد كل واحد منهم أن يلوي عنان بعيره، فيمنعه من ذلك كثرة الأعراب المنهزمين، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه وينزل عن بعيره ويخلي سبيله ويؤم الصوت، حتى اجتمع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عظيم منهم. يعني أما سمعوا بقى الواحد منهم عايز يلوي بعيره، لانه اتجاهه كان عكس النبي لانه كان بيفر، فعايز يلوي بعيره، يقوم البعير مش مطوعاه انها تلف
مع اندفاع الاعراب الايه المتراجعين، يقوم يروح سايب البعير بتاعته ويروح معلق درعه على كتفه في رقبته وياخد سيفه ويجري على قدمه للنبي ويترك بعيره. ده دليل مصارعة الأنصار إلى الاستجابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين زي ما الآية قالت. ما هو إيه؟ قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ملائكة وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، زي ما الآية بالضبط الموجودة في سورة التوبة. وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم يروها فكر المسلمون على عدوهم يدا واحدة. المسلمون اللي هم اجتمعوا مع النبي بقى اللي هم المهاجرين والأنصار. طب والباقيين؟ الباقيين دول الواغش الكتير ده كله ده تراجع، فتم النصر بالقلة ولم يتم النصر بالكثرة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فانتكث فتل المشركين وتفرقوا، يعني انتكثت قوة المشركين وتفرقوا في كل وجه لا يلوون على شيء من الأموال والنساء والذراري. وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، فأخذوا النساء والذراري وأسروا كثيرا من المحاربين، وهرب من هرب، وجرح في هذا اليوم خالد بن الوليد جراحات بالغة. سيدنا خالد بقى جرح جراحات كثيرة لدرجة أنه كاد يموت. وأسلم ناس كثيرون من مشركي مكة لما رأوه من عناية الله بالمسلمين. فالمهم انقلبت الكفة والحمد لله وتم النصر. لما هدأت الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سيدنا خالد وسأل عنه أين خيمة خالد، فذهب إليه وتفل في جروحه فبرئت في الحال. ده سيدنا خالد وعاد كما كان. عشان كده هتيجي بعد كده في غزوة الطائف اللي بعدها بأيام بسيطة، سيدنا خالد كان خارج إيه في كمال قوته ببركة إيه. طبعا الناس كانت حديثة الإسلام لما تشوف الكرامات دي كلها التي تحدث يزداد إيمان بأن هذا منصور، هذا النبي منصور صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كان القائد بتاع هوازن، راكب جمل عالي كده وأحمر علشان الكل يشوفوه. سيدنا علي كان في الحروب يعمل ايه؟ يشوف مين القائد اللي ماسك الرايه ويركز عليه، لانه لو انتكست الرايه ومات القائد ايه انفتل ايه حال المشركين. فكان سيدنا علي هو عشان كان يقولوا لا فتى الا علي، لا فتى الا علي. فسيدنا علي ايه جري خلف هذا الجمل وضربه حتى برك الجمل، ثم ضرب من عليه فقتل. وكان ده سبب تفرق بقى إيه هوازن في كل إيه مكان، وبدأ المسلمون يطاردونهم ويأسرون من يأسرون ويسبون من يسبون ويجمعون ما يجمعون من الأموال. هذا والذي حصل في هذه الغزوة درس مهم. قبل الدروس دي حصل طبعا في أثناء الجلبة ناس كتير من اللي هم كانوا بيظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، زي عثمان شيبة بن عثمان وزي النضر. الاثنين دول كانوا ايه معروفين بان هم شديد القوه في القتال. قال والله دي فرصه، طالما النبي مشغول والناس كلها بتفر من حواليه وهو لوحده، نقتله ونستريح منه بقى. فراح داخل ايه شيبه بن عثمان، جاء على يمين النبي وجد العباس، على يسار النبي وجد الحارس ايه ابي سفيان ابن الحارس، وامام النبي ما قدرش يجي امامه، فجاء من خلف النبي فرفع السيف فنزل نار من السماء، فعلم انه ايه؟ انه منصور. فالرسول صلى الله عليه وسلم نادى عليه من خلفه. قال يا شيبه ماذا كنت تريد؟ الا ادلك على خير من ذلك؟ اقبل علي. وضع يده على قلبه ودعا له، فصار النبي احب الناس اليه في لحظه. ثم قال له اذا قاتل عنا، فصار يقاتل امام النبي، بعد ما كان جاي يقتل النبي صار يقاتل امام النبي. كل دي علامات كانت بتحصل امام الناس حتى يزدادوا ايمان. النضر برضه ايه فكر يعمل نفس القصه، عشان تعرف ان لولا ان الله قال للنبي والله يعصمك من الناس لكان قتل من زمان. اي انسان مكانه كان هيقتل طبعا. تصور انت جلبه والرماح جايه من كل مكان
وكل انصار النبي بيفروا من حوله، واعداء النبي كثره كثره كاثره، الكل يريد قتله ثم لا يموت. ايه ده؟ والله يعصمك من الناس، فعلا حقيقي، يعني يعصمك يعني من القتل، لا يعصمك من الاذى. يعني ممكن يؤذى النبي، ممكن يجرح، لكن كل ما يعصمك من الناس يعني لا تقتل حتى تبلغ رساله ربك، ولو اجتمع الثقلين عليك لا تموت ابدا. ودي ايات كبيره للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم النضر حاول نفس المحاوله فوجد ايه، كشف له عن الملائكه اللي هي موجوده، فصار يرتعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فزال رعدته وصار يقاتل مع النبي، وعلم ان النبي وازداد ايمان. بعد ما كان داخل يظهر الاسلام ويبطن الكفر، اصبح ايمانه الباطن فيه اشد من اسلامه الظاهر في لحظات، لان علموا انه منصور صلى الله عليه واله وسلم. هذه وكمان مش كده وبس، الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد كمان جيش المشركين مقبل وجيش المسلمين مدبر وهو ثابت، اراد ان هو ياخد ايه، حفنه من تراب. شوف، مجرد انه اراد ان ياخد حفنه من تراب تقوم تطوعه الايه، البغله، تبرك عشان يطول التراب. فبركت الايه لما سمعت البغله رسول الله بيقول للعباس ناولني حفنه من تراب، بركت دي كانها فهمها الله لغه نبيه صلى الله عليه وسلم. كل دي علامات العباس شايفها وابي سفيان بن الحارث شايفها، ان هو يامر الانسان اللي بيفهم، يلاقي الدابه اللي ما بتفهمش بتنفذ امره قبل ما الانسان اللي بيفهم ينفذ. واخذ هذه الحفنه وضرب بها ايه، وجوه الاعداء في اتجاههم، وقال شاهت الوجوه، حفنه من تراب يجعلها الله لا تخلو عين مقاتل الا ويدخل فيها ذره منها. كل دي برضو معجزات تراها للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده كان يقول لهم كيف تكفرون وانا فيكم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا، وعشان كده لما ايه، لما رمى حفنة التراب واجتمع عليه الانصار قال حمي الوطيس. وكلمة حمي الوطيس لم يقلها احد من العرب غير النبي، يعني كانت كلمة مصطلح كده لم يستعمله الا النبي، ثم بعد ذلك علمه العرب وبقوا يستعملوه. لكن اول من استعمل هذا المصطلح حمي الوطيس يعني اشتد سعير المعركة، يعبر عنها بكلمة حمي الوطيس. مين اللي عبر؟ أول من عبر عن هذا التعبير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وده من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يقولوا إيه؟ إذا أدبر الناس كان النبي أقرب الناس إلى الأعداء، وكنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي، لأن في حماية ربانية. واحد من الإيه؟ النضر لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا رأيت الملائكة، قال ويحك لا يراها إلا الكافر، لأن الملائكة بيراها الكافر لترعبه، المؤمن مش هيرى الملائكة. فقال ويحك يا نضر لا يرى الملائكة إلا الكافر، أحسن إسلامك. ووضع يده على قلبه فحسن إسلامه فاختفت رؤية الملائكة عنه. يبقى رؤية الملائكة نوع من الكشف الإهانة الذي يكون للكافر دون المؤمن. فهمت بقى؟ فالرسول شوف العلامة، لما عرف الرسول ان ايه، ان النضر بيبطن الكفر اللي إيه؟ لانه قال له رأيت الملائكة تحول بيني وبينك، قال له ايه ويحك لا يراها الا الكافر، اقبل يا نضر، فوضع يده على قلبه فملأه ايمانا صلى الله عليه وآله. كل دي كانت ايه، احداث بتحصل اثناء المعركة ايه، تزيد ايمان المؤمنين وتزيل شك الشاكين كأبي سفيان وغيره، وتزيد ايمان بقى، وتدخل الايمان في قلب مين؟ صفوان بن اميه اللي كان واخد مهله، ما هو شايف الايات دي كلها، هو علم ان النبي ممنوع ومنصور، لان اي انسان مكانه لابد ان يكون قد قتل واصابه ما اصابه، لكن علموا انه ممنوع من قبل الله عز وجل. هذا والذي حصل في هذه الغزوه درس مهم من دروس الحرب، فان هذا الجيش دخله اخلاط كثيرون من مشركين واعراب وحديث عهد بالاسلام، وهؤلاء سيان عندهم نصر الإسلام وخذلانه، ولذلك بادروا لأول صدمة إلى الهزيمة. ما تفرقش معاهم، بل الهزيمة بالنسبة لهم هتعود المياه إلى ما كانت عليه، فيعودوا إلى عادتهم القديمة، وهم كانوا أصلا إيه يعني ميالين إلى الكفر. وكادت تتم الكلمة على المسلمين لولا فضل الله، فلا ينبغي أن يكون في الجيش إلا من يقاتل خالصا مخلصا من قلبه. يبقى نفهم من هنا ان الجيش الذي يقاتل لابد الا يكون فيه اخلاط،
لابد أن يكون على قلب رجل واحد من الإيمان والإقدام والثبات. فلا ينبغي أن يكون في الجيش إلا من يقاتل خالصا مخلصا من قلبه ليكون مدافعا حقا عن دينه، فلا تميل نفسه إلى الفرار خشية ما أعده الله للفارين من أليم العقاب. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بجمع السبي والغنائم، وكانت نحو 24,000 بعير. ما هو ريحه مالك ابن عوف، جمعهم له جايبهم معاه. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبروا عيونه إن مالك بن عوف خرج بهوازن والقبائل التي انتمت إليها وخرج بالبعير والشياه والذراري والنساء، فقال هي غنيمة المسلمين إن شاء الله غدا، صلى الله عليه وسلم. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بجمع السبي والغنائم، وكانت نحو 24,000 بعير وأكثر من 40,000 شاة و4,000 أوقية من الفضة، فجمع ذلك كله في مكان اسمه الجعرانة، وادي تاني غير وادي حنين بجواري اسمه الجعرانة، اللي هو النبي عمل منه عمرة، عمرة الجعرانة بعد كده هنعرف. يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم في خلاصة الأمر جمع الغنائم في وادي اسمه الجعرانة، وانصرف صلى الله عليه وسلم هو إلى الطائف ليحاصرها، فقال يا رسول الله، قال اصبر يا قتادة ولك الجنة، قال تعيرني النساء، يعني أنا عريس جديد هتقول لي يعور بعد كده. أما المشركون فتفرقوا ثلاث فرق، فرقة لحقت بالطائف والنبي هيحاصرهم، منهم مالك بن عوف اللي هو قائد هوازن فر إلى الطائف، وفرقة لحقت بنخلة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لحقتهم وشتتتهم، وفرقة عسكرت بأوطاس فبعت لهم سيدنا إيه أبي عامر بن الأشعري اللي هو عم أبو موسى الأشعري، ومعه سيدنا أبو موسى الأشعري في مجموعة كبيرة، وإيه وقتلوهم في وادي اسمه أوطاس بجوار وادي حنين اللي هم اجتمعوا فيه. علشان كده هتيجي سرية أوطاس بعد هذا مباشرة، لكن لسه هنتكلم شوية عن بعض تفاصيل حصلت. انت عارف ان قبيلة هوازن دي احد فروعها قبيلة بني سعد اللي هم ايه ارضعوا النبي صلى الله عليه وسلم، حليمة السعدية، وكانت الشيماء اخت النبي من الرضاع موجودة في هذه الحرب، وضرب عليها السبي وقادوها مع ايه مع احد اقاربها الذي كان قد قتل مسلما اسمه كان ايه امجاد او انجاد، كان أحد أقارب الشيماء، قتل مسلم وقطعه عضوا عضوا وحرقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتل بحيث أنه أي إنسان يرى. فجاءت الشيماء ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمته وقالت يا رسول الله إني أختك الشيماء من الرضاع. قال وما يدريني، النبي مش فاكرها. قالت بأمرة العضة التي في إبهامي التي عضضتها عندي وأنت طفل صغير نائما على وركي. هو الظاهر النبي كان طفل، شوف سبحان الله، حتى النبي هو طفل يعمل الحاجة اللي هي فيها إيلام لكن تطلع لها فائدة، شوف بعد قد إيه، شوف كل تصرفاته رحمة. فأظهرت له العضة التي في إبهامها وقالت أنت التي فعلتها وأنت طفل صغير، أتذكر هذا اليوم؟ فالنبي تذكر، وأتذكر يوم أن حلبت لك شات فلان وكنت عطشانا فشربتها؟ فتذكر النبي فقام ورحب بها وأجلسها مكان وفرش لها وسألها عن أبيها وأمها اللي هم إيه أبوه في الرضاع وأمه من الرضاع، قالوا قد مات. قال إن أردت أن تبقي معي وتعودي معي معززة مكرمة مخدومة محشودة أفعل لك ذلك، وإن أردت أن تعودي إلى أهلك مكرمة أفعل لك ما تريدون. فقالت له لا أعود إلى أهلي مكرمة. فقال أمهلي إذن في الجعرانة حتى أعود إليك ثم نقضي ما نقضي. فاستسمحته في أنجاد الرجل اللي هو إيه كان النبي إنه هو يعفو عنه، فعفى عنه من أجله صلى الله عليه وسلم. كل دي كرامات النبي وأحواله مع حتى أعدائه كيف كان. وأسلمت الشيماء في هذه إيه اللحظة لما قبلت النبي ووجدت علامات النبوة واضحة، وهي كانت رأت منه من المعجزات وحادثة شق الصدر أثناء رضاعه عندهم،
فأسلمت الشيماء وحسن إسلامها رضي الله عنها وأرضاها. أما المشركون فتفرقوا 3 فرق، زي ما قلنا فرقة لحقت بالطائف، عشان كده النبي حاصر الطائف، ذهب هو النبي إلى الطائف ليحاصرها، وأرسل إيه عليه الصلاة والسلام أبا عامر الأشعري إلى منطقة إيه أوطاس، علشان الجماعة اللي اجتمعوا في أوطاس، وأرسل فرقة إيه تطارد اللي راحوا لنخلة حتى ينهي المسألة صلى الله عليه وسلم. فأرسل عليه الصلاة والسلام لهذه الفرقة اللي هي فرقة أوطاس بقى، اللي راحت أوطاس، وده اسم وادي، أبا عامر الأشعري في جماعة، أبو عامر الأشعري اللي هو عم سيدنا أبي موسى الأشعري، قتل في هذه السرية، قتل شهيدا في جماعة منهم أبو موسى الأشعري، فصار إليهم وبددهم وظفر بما بقي من الغنائم. وقد استشهد أبو عامر في هذه الغزوة، وخلف على الغزاة ابن أخيه أبا موسى، فرجع ظافرا منصورا. لما قاتل سيدنا أبو عامر الأشعري، يقال أنه قتل 10 أبناء إخوة، وجاء في العاشر، فجاي يعني هيتمكن منه، فإيه فقال له اتق الله واخضع لربك، قال أخضع لربي، فظن أنه إيه أسلم، فهمت؟ لما قال أخضع لربي فتركه، فانقض عليه وضربه بإيه بضربة جاءت خلف ركبته، وثبت الخنجر في ركبته، وأوقعته لا يستطيع الحراك. الراجل ده بعد كده أسلم، وكان شهادة سيدنا أبي العامر الأشعري بسبب هذه الضربة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسميه إيه؟ يسميه شريد أبي عامر، لأنه هو كان على وشك هيقتله فسابه وأسلم وحسن إسلامه بعد ذلك. لما اقترب سيدنا أبي موسى الأشعري لأبي عامر، وجده طريح الأرض، وأنه إيه فيه هذا الخنجر، وكان قد تكالب عليه عدد كبير من الناس يريدون قتله، فأشار إليهم فطاردهم، ثم عاد إلى عمه فقال انزع السهم الخنجر الذي في ركبتي، فنزعه فنزل دم، نزل ماء، يعني إيه نزل دم، يعني نزف، يبدو أن كان الخنجر دخل في الشريان اللي خلف الركبة، فلما شالوا حصل نزيف شديد فمات. وقال أبو عامر إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغه مني السلام وقل له يستغفر لي كويس. فلما عاد سيدنا أبي موسى الأشعري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال اللهم اغفر لأبي عامر الأشعري واجعله فوق كثير من الناس يوم القيامة. فقال أبو موسى وهو قاعد سامع الكلام ده، قال واستغفر لنا يا رسول الله بالمرة، أنا برضو بالمرة. فقال اللهم اغفر لإيه؟ لعبد الله بن قيس. ما هو أبو موسى الأشعري اسمه إيه؟ عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاهم. يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم في خلاصة الأمر جمع الغنائم في وادي اسمه الجعرانة، وانصرف صلى الله عليه وسلم هو إلى الطائف ليحاصرها، وأرسل أبو عامر الأشعري إلى الذين انحازوا إلى أوطاس. كل ذلك كان يتم في أوقات متقاربة حتى يدلك كيف كانت حياة النبي، فيها شدة وفيها جهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد في الله خير الجهاد، وكان في أكثر حالات من الاجتهاد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك نذهب إلى الطائف خلف النبي، حيث ذهب هو بنفسه صلى الله عليه وسلم لحصار الطائف، ومن انحاز إليها من هوازن، وكانت ثقيف اللي هم أهل الطائف كانوا من ضمن جيش هوازن، فلما انهزم جيش هوازن عدت ثقيف إلى بلدية اللي هي الطائف، وكانت حصن كبير، وعاد معها عدد كبير من هوازن انحازوا إليهم ودخلوا معهم في الحصن، وصار عليه الصلاة والسلام بمن معه إلى الطائف ليجهز على بقية حياة ثقيف ومن تجمع معهم من هوازن، وجعل على مقدمته خالد بن الوليد. شوف بعد ما خف بقى في ايه، كان عنده جروح كثيرة، شوف النبي تفل فيها عاد برئ كأن لم يصبه شيء، لو مثلا راح في الوقت لجراح عشان يتعالج هيقعد يعالج فيه 2 3 شهور على ما يبرد، ويدي له مضادات حيوية قد كده وغيار كل يوم وحلني على ما يخف، لكن شوف ريق النبي شفاء، ريق نحن مرض، طب انت ادفل كده في جرح هيحصل له ايه لو تفلت انت في جرح،
هيتقيح، مش كده برضو؟ مليان ميكروبات. النبي يدخل في الجرح يبرأ في الحال، مش يبرأ بعد شوية أو يجيله بعد أسبوع في الاستشارة إن شاء الله هيلاقي تحسن، لا ده في الحال. كل دي مش آيات كبيرة؟ ريق النبي شفاء وريق غيره داء. ويجي لك الجماعة الجهلة يقول لك النبي بشر معتاد، واللي بيقول كده ريقه مرض. فأين ريقك من ريق النبي؟ أين عرقك من عرق النبي؟ عرق النبي كان يطيب به المسك، كان أطيب من رائحة المسك، وإحنا عرقنا منتن، أنت نفسك بتقرف من عرق نفسك، صح ولا لأ؟ لما تبقى عرقان كده تبقى عايز أقرب دش تدخل علشان تقف تشيل العرق بتاعك، لكن الناس كانت تتطيب بعرق النبي. يبقى إزاي بشرية معتادة بقى؟ عرقه لا طيب، بل أطيب الطيب. تجمعه ستنا أم سليم وهو نائم عندها في الضحى، فاجتمع عرقه كده، وكان نايم على وسادة من جلد. عارف انت لما تنام على وسادة من جلد تعمل ايه؟ تجاعيد، تعمل زي المجاري كده، ما هي تجاعيد من تقل رأسك مع الجلد. فايه النبي لما عرق ابتدى الايه العرق يمشي في تجاعيد الوسادة بيجري، راحت جارية جايبة زجاجة وقعدت تجمع عرق النبي في الزجاج. النبي لما حس بحركة فتح عينه، لقى أم سليم بتعمل كده، قال ماذا تفعلين؟ قال أجمعه أطيب به طيبي صلى الله عليه وسلم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إزاي تقول إن النبي بشر معتاد وإيه وهو في بشريته غير معتاد أصلا، فضلا عن روحانيته؟ خد بالك، لأن الإنسان ده عبارة عن روح ونفس وجسد، روح ونفس وجسد. النبي في كل هذه الثلاثة غير معتاد، فهم؟ ريق النبي تفل بريق النبي في عين قتادة بعد ما وقعت عينه في أحد، ما احنا قلناها، قلنا الحكاية دي في أحد، فاكرين؟ تفل النبي صلى الله عليه وسلم جيله، وكان قتادة ده ايه؟ كان قتادة لسه عريس جديد، يعني لسه في أسبوع العسل مش في شهر العسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان شاب لسه أول زوجة يتزوجها، ما كان زمان الصحابة يتجوزوا مرة واثنين وثلاثة، مش زينا كده واحدة ويصوم على كده، لا كانوا بيتجوزوا كتير عادي، كان عادي المجتمع بتاعهم هذا عادي عندهم. فكان دي أول زوجة في حياة قتادة، وكان لسه شاب صغير وعريس جديد، نادى النداء للقتال، خرج الأحد، أصيب في عينه وقعت، فراح ايه مسكها كده، هم قالوا له هنقطعها نفصلها يعني، قال لهم لا لا، راح مسكها كده وراح بيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله، قال اصبر يا قتادة ولك الجنة، قال تعيرني النساء، يعني انا عريس جديد هتقول لي يعور بعد كده صلى الله عليه وسلم، قال تعيرني النساء، قال اقترب، وراح ردها له وتفل فيها، فصارت ايه ابصر من عينه الاخرى. عاش بعدها حوالي 40 سنة قتادة، كانت عينه التانية ترمد ودي ما تعياش أبدا، اللي هو رجعها له النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول لي بشر معتاد وانت يا أبو ريق مرض وريق النبي شفاء؟ عشان تعرف، لدرجة ان مرة زمان وانا كنت طالب يمكن في الإعدادية او في أولى سنة ولا حاجة، صليت في مسجد من مساجد الجماعة اياهم اللي بقولك عليهم دول، لقيت عنوان الخطبة ايه؟ ان النبي بشر معتاد، ادي عنوان الخطبة، حاجة غريبة يعني. طبعا أنا صليت وعدتها ظهر، والله قلت دي صلاة، دي الناس جاية بتحب النبي وحاسة إن النبي ده حاجة كبيرة، هو لا، خلى لهم النبي ده حاجة صغيرة، يعني أفسد إيمانهم، يعني خطبة أفسدت إيمان الحاضرين. لا، النبي مش بشر معتاد، النبي بشر يوحى إليه، النبي إيه؟ بشر يوحى إليه. ريق النبي ده اللي هو فاكرين انتوا في حادثة الغار، غار حراء، غار ثور في الهجرة، لما هاجر وما كان معاه سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا أبي بكر الصديق قطع شوية من ثوبه ووجد ايه ثقوب حجور كده، أحجار جحر في فسبدها، وفي الآخر لقى ايه لسه جحر، خايف حية تطلع تلدغ النبي، في حين على فكرة الحية والعقرب لا تلدغ نبي، خدها معلومة، لا تلدغ نبي، لكن حب سيدنا أبو بكر وفرط حبه خايف برضو على النبي، حتى لو اللدغة لا تضره، شفت قد إيه من شدة حبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرحطت كعبه
ايه سد بيه، والنبي نام على ايه؟ على حجر سيدنا ابي بكر، لانه كان بقاله 3 ايام ما نامش صلى الله عليه وسلم. فجاء الثعبان راح ايه لدغ سيدنا ابي بكر في ايه؟ في باطن قدمه اللي هو بيسد بيه الجحر. سيدنا ابو بكر مش عايز يحرك رجله، النبي يصحى وفي نفس الوقت توجعه قوي، فبقى يمسك نفسه، عينيه دمعت فالدموع نزلت على وجه النبي، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدوا على هذه الحاله المتعبه، فايه فضم قدمه وتفل على موضع لدغه ايه؟ لدغه الحيه، فبرئ في الحال سيدنا ابو بكر. عشان كده يقول لك ايه؟ صلوا على من قد شفى بالريق عين الضرير ولدغه الصديق. يقولوها كده في المدائح يعني. صلوا على من قد شفى بالريق ايه؟ لدغه ايه؟ عين الضرير اللي هو عين قتاده، ولدغه الصديق اللي هو سيدنا الصديق. نيجي هنا بقى سيدنا خالد جروحه كلها التأمت بريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان برضو الصحابي اللي في احد اللي اتقطعت ايده فاكرين بضربه سيف، وبقت معلقه باللحم بس، بقى شايلها كده ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم. يقوم النبي برضو يدفل في ابطه ويلثقها فتعود كما كانت، ويعطيه سيفا فيقاتل في الحال. تقول لي بعد كده بشر معتد؟ يعني انا مش عارف الجماعه دول قروا لا قروا سيره ولا قروا حديث ولا قروا سنه، ونعوذ بالله من جهلهم، ونعوذ بالله من كل شبهه تتعلق في قلبنا بهذا النبي الكامل المكمل. لان اي شبهه متعلقه بهذا النبي تقدح في صحه ايمانك، بل تؤدي الى سوء الخاتمه. فاعلم انه بشر لا كالبشر، كما ان الذهب حجر لا كالحجر. فهمت؟ وعلشان كده احنا مخلوقين من تراب، التراب ده عباره عن شويه كربون. الكربون فحم غير مضيء. طب والماسه المضيئه؟ كربون برضه لكنها تضيء. فهمت ازاي؟ فالنبي مخلوق من تراب زينا برضه من تراب، بس النبي ترابه ماس وانت ترابك فحم اسود. فازاي تقول لي انا زي النبي؟ فهمت بقى ازاي؟ مستحيل. فهمت؟ فلازم نعرف ان النبي في بشريته ليس كسائر البشر، وفي نفسه ليس كسائر النفوس، وفي روحانيته ليس كسائر الروحانيات، بل في نبوته ليس كسائر الانبياء صلى الله عليه واله وسلم. فالنبي احواله كامله شريفه في كل احواله. ونقف عند هذا الحد حتى نقرا غزوه الطائف في مجلس واحد، بدل ما نقرا منها جزء بسيط ثم نقطعه ونكمله في حلقه اخرى، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ما حيينا، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا فيما مضى من أعمالنا، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمالنا، وأن يرزقنا أعمالا زاكية يرضى بها عنا، وأن يختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.